يا مساء الامارات على كل بيشوفونا، واهلا بيكم مفكره فنيه جديده. ونبتدي اخبارنا النهارده بجوله في احدث الاغاني العربيه اللي صدرت واللي هتصدر الايام اللي جايه. ونبتدي بالمطربه امال ماهر اللي اطلقت ميني البوم جديد بعنوان انا كويسه بعد غياب سنين عن الساحه الغنائيه. الالبوم اتضمن 5 اغاني مهمه جدا: انا كويسه، وانا الحب، وصاحبه عمري، والحكايه في مشهدين، وكسبت الرهان. والأغاني لقت أصداء إيجابية مهمة جداً من محبي أمال ماهر اللي كانوا بيستنوا الألبوم ده من سنين. الحقيقة أمال ماهر مطربة مهمة وصوت حقيقي بيدخل القلب، وبتعرف تختار أغانيها والشكل اللي بيوصل للناس بمنتهى البساطة. أما المطربة نوال الكويتية نشرت عبر صفحتها على الانستجرام بوستر ألبومها الجديد أنا الأرض، ونشرت مقاطع لبعض أغاني الألبوم زي أغنية سؤال واحد ويا ربنا وقلبي نسيني، ومنتظر صدور الألبوم على جميع المنصات العربية قريبا. نوال من أهم مطربي الوطن العربي، ودايما ألبوماتها بتحظى بنجاح كبير واستماع من كل الدول العربية، ولها جمهورها الخاص اللي بيستنى ألبوماتها بفارغ الصبر. أما بقى المطربة أصالة نصري اختارت طريقة خاصة جدا للترويج عن ألبومها المقبل لحقت نفسي، بأنها حذفت كل المنشورات وصورها من على حسابها الشخصي على الانستجرام، ودي طريقة اتبعها قبلها نجوم كثيرين على من نجوم العالم والنجوم الوطن العربي كمان للترويج عن أفلامهم وألبوماتهم. وأعلنت أصالة كمان عن أسماء بعض أغاني الألبوم الجديد زي أغنية لما بنتجاهل وفوق والنسخة الوحيدة، وكتبت منشور بتحكي فيه عن قد إيه تعبت هي وزوجها فائق الحسن وأخوها أنس نصري في الألبوم ده اللي هتتعاون فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين زي محمود خيامي وعمرو الشاذلي ومحمد ضياء وناصر الجيل ومديان. وأكيد إحنا كمان متحمسين نسمع صولا وألبومها الجديد لحقت نفسي. ومن ضمن أهم الأغاني اللي نزلت الفترة اللي فاتت وكان ليها صدى ونجاح كبير أغنية سمعني أغاني للمطرب نادر القتات والرابر إسماعيل طمر، كلمات عمر لوند، ألحان علي حسون، وتوزيع عمر الصباغ، وإخراج المخرج الكبير سعيد المروق. والأغنية قدرت في 6 أيام بس إنها تتخطى 3 مليون مشاهدة. خلونا نرحب بالمطرب نادر القتات عشان يكلمنا أكتر عن أغنية سمعني أغاني. مساء الفل يا نادر. حبيبي مساء الفل عليك وعلى كل اللي عم يسمعونا بدبي وبالامارات، وتحيا مصر كمان انك مصري حبيبي. حبيبي يا نادر، حبيبي. اولا مبروك اغنيه سمعني اغاني، اغنيه حلوه جدا مختلفه فيها المزج بين الطرب وبين الرابر. كلمني عن الاغنيه والتعاون مع مخرج زي سعيد المروق والرابر اسماعيل طمر. اول شيء المخرج سعيد المروق هو اخ عزيز، يعني هذا ثالث تعامل مع بعض، عملنا هذا القلب على اليمين وحالة فوضى أكيد. وهلا هيدي فسمعني اغاني اسماعيل طمر، انا بلاقيه من افضل الرابرز بكل بالوطن العربي. بس هيك سمعتها للغنية انا قبل ما احكي اسماعيل، حسيت انه بتحمل بايقاعها وهيك، حسيت تحمل بيكون فيها راب. وقدمنا رساله هيك مزيج، مثل ما قلت مزيج بين المغنى، بين المغنى الطرب والراب، عامل شغل الحمد لله كثير حلو لانه جمهورين مختلفين، وفي كثير عالم بتحب الراب، كثير عالم بتحب هيدا، فهيك عامل شيء حلو. ونحن عم نحكي عن الموسيقى، عم نحكي عن الفرح، يعني رساله فرح كانت الغنية واضح في الأغنية كمان، عن الموسيقى وعن الرواء المزاج الرايق وهيك، لأنه نحن بحياتنا بحاجة للفرح، بحاجة ستاندرد حياتنا أكثر، يعني عم نشوفه كل يوم عنا هموم الحياة وهيك، بتحس بدك شيء فرحك، فنحن هيك كانت رسالة فرح للناس. طب ما إيه رأيك تدينا بقى أنت كمان شوية فرح كده بقى، تسمعنا الأغنية أو حتة منها؟ روقني بمزاج، أنا ما بدي علاج، قدني صوت بيزعجني وأنا ضد الإزعاج، بس سمعني أغاني عايش بعالم تاني، طلعني من الجو أنسى همومي وأحزاني، سمعني مزيكا لو كانت أنتيكا، دورني بهالكوكب كله وأنا قاعد مكاني. الله يا نادر، الله. طيب نادر، من الحاجات اللي انت بتعملها ونجحت لك جدا فكرة الشارات بتاعة المسلسلات، وآخرهم طبعا مسلسل وأخيرا للنجم قصي خولي والنجمة نادين نجيم. هل في
اغاني شرط مسلسلات سواء في الاوف سيزون او رمضان اللي جاي هنسمع نادر الاتات فيها باذن الله. عم ينحكى برمضان اللي جاي ان شاء الله. انا انبسطت كثير بضاع القلب اللي هي مسلسل واخيرا مثل ما قلت بطوله نديم جام حبيبه قلبي وكساي خولي وانتشرت الصباح. طبعا هلا في حكي لنعمل شيء لرمضان 2024. انبسطت كثير كمان بجائزة المراكز، خط عليا مراكز دور هيك كللت نجاح هيدي الاغنية جائزة. فحلوين اغاني الشارات هيك يعني كمان حتى بيعلوا المسلسل والمسلسل بضيف للشارة يعني هيك بينجحوا بعض اذا بدك بيكملوا بعض اكيد. فحبيبي طيب ايه غير بقى التحضيرات بتاعه الشارات، ايه الاغاني اللي جايه اللي هنسمع فيها نادر القتات بعد اغنيه سمعني اغاني؟ في كتير تحضيرات، في شيء مصري قريب ان شاء الله، اول مره حكون عم غني مصري، كتير محمس باللهجه المصريه من كلمات تامر حسين والحان عزيز الشافعي. باذن الله ان شاء الله حتكون غنية. هيدي قريبه يعني بلشنا فيها، بلشنا شغل فيها. حتصورها مع سعيد كمان؟ في عراقي، ايه حصورها كمان اكيد حصورها. يبقى وفي شيء عراقي، في شيء عراقي، في شيء لبناني اكيد لبنان في يعني في الاغنيه الجديده دي حتتصور كمان مع المخرج سعيد الماروق باذن الله. ايه طيب كلمني بقى عن التعاون مع سعيد الماروق في الكليب اللي فات والكليب اللي جاي. التعامل مع سعيد على طول متعه، يعني سعيد مثل ما قلت لك باول الحديث انه سعيد اخ عزيز من زمان مش من هلا. اكيد مخرج كبير طبعا، وعلاقتي فيه مخرج كبير وفخر للسينما اللبنانيه سعيد. فانا بنبسط بكل تعامل بكون كاني عم تعامل لاول مره على الست، كثير في رياحه وكثير في هيك طاقه حلوه بيناتنا بالشغل. سعيد اخ عزيز وفنان كثير كبير. طب ايه رايك نتعامل معه على طول؟ ايه رايك تقول الو تسمع مين بيتكلم معانا؟ مين؟ سعيد. الو 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 مساء الخير. معانا النهارده المخرج سعيد الماروق طبعا. معانا المخرج سعيد الماروق. مساء الخير عليكم كلكم. مساء الخير لمشاهدين الضفرة ولعلكم. مساء الخير نادر حبيب قلبي. حبيبي سعد لي مساك، شو هالمفاجأة الحلوة هي؟ أنا اسمحوا لي بس إيه الأول قبل ما يعني أكيد الصورة الحلوة بتطلع من المخرج سعيد الماروق سواء في الأفلام أو في الأغاني، فأنا ما لحقتش أعرف في المخرج سعيد الماروق تعريف كافي، بس هو معانا، إحنا مبسوطين إن أنتوا معانا النهارده سواء المخرج سعيد الماروق أو نادر القتات. نادر القتات كان بيقول لي يا أستاذ سعيد إن حضرتك دايماً بتعمل حالة حلوة في الفيديو كليب وهو بيبقى مبسوط وأخ عزيز، تحب تقول له إيه؟ والله يعني أنا أول شيء بدي أهنيه على هالنجاح اللي 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 بيستحقه، لأنه كان لنا فترة طويلة. يعني احنا بغض النظر عن الشغل نحن أصدقاء، يعني احنا عائلة إذا بدك أكثر. أوكي فبكل لقاءاتنا نحن دائما ببحث عن مشروع جديد لنادر دائما، يعني حتى نحن عم نصور عم ندور على مشروع جديد. صحيح. عرفت البحث دائما ما بيوقف ومنفكر يعني بطريقه كلياتنا سوا. انا بس مبسوط كثير انه الحمد لله هالمره كنا عم هيك حاسين عنا احساس كبير انه هاي الاغنيه عم تنشغل بنار هادي وعم تنشغل صح وعم نفكر كثير قبل ما نعمل اي خطوه. والصوره حلوه كمان. والصوره طبعا رح اقول لك ليش، لانه نحن كان الهدف الاساسي من هيدي الاغنيه هو البوزيتيف فايب. عرفت يعني كان البوزيتيف فايب اللي نحن هلا بحاجه له. اي ثينك انه اي حدا بحب يعيش حاله الفرح، يقدم فرح للناس، رساله فرح. تماما تماما. وهيدي الاغنيه كان فيها هيدا الجو، زائد انه عم تحكي عن الاغاني وعم تحكي عن الموسيقى وهالمزيج ما بين نادر واسماعيل بالميوزك. كان مطلوب ينعمل بالفيديو كمان، مطلوب حلو. كان ينعمل هيدي الاجواء البوزيتيف اللي هي ما فيها اذا بدك اي شيء بيضايق. عرفت ما فيها الا الفرح والهيدا والايقاع
الجو والإضاءة والصورة والشغل على how to present نادر بشكل جديد يعني. أكيد. Branding style عرفت يعني. أكيد. طب. ونادر دائما على الكاسات يعني ما بيحس حاله كثير مرتاح كثير بيعطي عرفت طبعا. وانا برايي انه الفنان الحقيقي هو اللي بيسمع كثير منيح طبعا عرفت هو اللي بيكون عم بيدور على النجاح طب اكيد المطرب نادر القتات احنا بنشكرك ان انت كنت معانا النهارده ومبسوطين وخليك دايما سعيد يعطيك الف عافيه على الدوله العميقه اللي مكسر العالم العربي حبيبي لك الف عافيه انت فخر للسينما العربيه مش بس للبنيه حبيبي شكرا نادر الدوله العميقه نادر حرق لي السؤال مسلسل ناجح جدا من اول عرض الحلقة الأولى والمسلسل مكسر الدنيا في الخليج والوطن العربي كله مسلسل طبيعته مختلفة اتصور في كذا دولة كلمني عنه كنت متوقع النجاح ده كله ليه من أول حلقة يعني أول شيء المشروع بحد ذاته أخذ مجهود كتير كبير مني تحديدا باين مشروع صار لي سنة ونص عم بشتغل عليه بداية من النص وصلنا لسرعة درافت 7 نسخ بالكتابة لآخر شيء قلت خلص هذا هي النسخة اللي بدها تتصور تمام تصور المشروع بأكثر من بلد ببيروت بإسطنبول بفرنسا وبكوبا وكان very challenging يعني كان في تشالنج كبير وأنا بحب الصعوبات يعني بحب التحدي بحب الصعوبات معروف عنك زائد حبيبي زائد انه في معي مجموعه كبيره من الممثلين وكان كان التشالنج بالنسبه لي كيف بدي اقدم عمل خليجي كويتي اوكي وعيد البريء للكويت لانه الكويت كان عندها بفتره زمنيه سابقه كان عندها وهج بصناعه الدراما اكيد طبعا كيف بدي اعيد هذا الوهج بنفس الوقت كيف بدي اخلي الحوار هيك محبب ومقرب لكل الجمهور العربي طبعا عرفت طبعا. يعني كيف يكون الحوار بطريقه سلسه كثير الاداء التمثيل الاصوات الشغل الاكشن تنفيذ العمل كله كان على عاتقي يعني كنت انا منتج منفذ وبروديوسر بنفس الوقت طبعا مع فريق عمل كبير وجه لهم تحية كلهم أكيد على التعب اللي تعبوه معنا فأنا برأيي أنه أنت بس تكون عم تجتهد وعم تشتغل بكل حب وصدق أكيد منك ومن كل الفريق ومن كل الممثلين اللي واقفين قدام الكاميرا واللي ورا الكاميرا ما بتصور أنه هيدا المجهود وهيدا الحب وهيدا الصدق بالعطاء ما بتصور يروح هيك على الفاضي طب أنا سمعت بقى أن في حاجة جديدة على نتفليكس سمعت كمان انك رايح تعمل تجارب سينما انا بحب لك جدا فيلم 365 يوم سعاد على فكره وفيلم الفلوس فانا سامع ان في حاجه كده على نتفليكس وكمان سامع ان في سينما جايه كمان كلمني عن تحضيراتك اللي جايه والله يعني انا بالعروض كتير اوكي يعني في عروض كتير من كل العالم العربي من الخليج من مصر من لبنان من سوريا في عروض كثيرة عم تجي أكيد أنا هلأ لأنه بعدني عم أقفل آخر حلقتين من الدولة العميقة بصراحة بعدني يعني عروض حلوة كثير موجودة نصوص رائعة هو بس شو هو اللي بدي أختاره هلأ ناكس بس أنا عم حضر على شيء كبير بإذن الله إن شاء الله ورح يكون كمان برأيي أنه خطوة متقدمة عن الدولة العمياء مع أنه الليفل اللي وصلنا له كان ليفل كتير 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 عالي ربنا يوفقك وإحنا منتظرين أعمالك القادمة وشرفتنا وشكرا أن أنت كنت معنا النهاردة يا حبيب قلبي شكرا لك وألف تحية ليكم وعلى محبتكم ولجمهوركم
ولكل الشعب العربي وال يعني اللي انا بسعى دائما انه اقدم لهم الافضل. شرفتنا يا فندم. شرفتنا. شكرا شكرا شكرا. ومن لبنان ودول الخليج نروح لمصر، وتحديدا النجمة مي كساب اللي بتعيش حالة فنية كبيرة ونجاح الفترة الأخيرة، سواء كممثلة في مسلسلات زي اللعبة وجعفر العمدة، ودلوقتي بتستعد لطرح أغاني من ألبومها الجديد. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن ألبومها اللي جاي. مساء الفل يا مي. مساء الفل يا عبد العزيز، عامل إيه؟ عاملة إيه؟ الحمد لله كويس، أخبارك إيه؟ الحمد لله. بصي انا يعني ايه، انا استعيد الحظ ان بكره الاغنيه، عرفت ان بكره هتكون اول اغنيه من الالبوم هتنزل. احنا بس كنا المفروض بكره، بس عشان مولد النبي وعشان حدادا على الضحايا في العراق فاجلنا للاسبوع الجاي. طيب تمام، كلميني عن الاغنيه بكره، كلمات مين، او الاغنيه اللي هتنزل الاسبوع الجاي كلمات مين والحان مين، ولو نقدر نسمع منها جزء. ماشي. الأغنية اسمها حضن أبويا. تمام. كلمات محمود عبد الله وألحان محمدي وتوزيع أحمد أمين وفكرة رامي سليمان. أنا طبعا المفروض كنت أنزل الألبوم ده في الصيف، بس طبعا الظروف اللي أنا مريت بيها خلتني ما قدرتش أنزله وكده، فاتفاجئت بالشركة كانوا عايزين نغني بأي شكل طبعا عشان الاتفاقات وكده، وأنا طبعا كنت يعني أوت أوف مود تماما. فلقيت فجأة رامز عامل لي مفاجأة وعاملين الأغنية دي، فطبعا لما سمعتها ما قدرتش أبدا ما غنيهاش، وشكرتهم جدا لأن يعني بلغتنا كده الموسيقيين هم عرفوا يخلوني أدخل في مود الغنى تاني. أكيد. بأغنية تطلع المشاعر اللي أنا ممكن أكون حاساها دلوقتي. أكيد. وابتدينا بقى نعمل خطة تانية للألبوم، فهنبتدي بقى، إحنا كان المفروض الألبوم هينزل في الصيف، فكانت الأغاني هتبقى الريتميك الأول طبعًا. طبعًا. الأغاني الإيقاعية الأول، بعد كده نقفل بالدراما على الشتاء، فهنقلب بقى الألبوم، فهنبتدي دلوقتي بالأغاني الدرامية لحد ما يوصل الصيف إن شاء الله ونكون بقى وصلنا للأغاني الإيقاعية. طب ممكن أسمع حتة من الأغنية؟ وأنا عارف إن هي يعني ما خرجتيش من الحزن على ولد حضرتك الله يرحمه طبعا. فهم انا عايز اسمع حته من الاغنيه. معلش انا عارف ان انا بتقل عليك. لا انت تعمل اللي انت عايزه. بعد ابويا ما راح بعاني، واللي طبطب اوساني برضو كتر خيره يشكر، بس مهما الكل خدني جوا حضنه أو سندني جنب أبويا شيء لا يذكر، كل حاجة عملها ليا مستحيل هيروح أثرها، من يعوض قلبي نبضه أو عيون فقدت بصرها، من في دقتي دعلي قدو ربنا معايا سطرها، رحلتي في الدنيا بعده ربنا يهون سفرها. ربنا يرحمه يا رب. يا رب. طيب مي، الناس كلها بتسأل اللعبة الجزء الخامس، في لعبة جزء خامس؟ وهل هيتصور قريب؟ من دراما الكوميدي. عامل ايه طيب؟ لسه في نقلة أصعب كمان. اللعبة الجزء الخامس، وشيماء في لعبة جزء خامس؟ يعني لغاية دلوقتي إن شاء الله يبقى فيه، يعني احنا لسه في مرحلة الاتفاقات وكده، فيعني لو الاتفاقات تمت على خير يبقى فيه إن شاء الله. طيب مي، احنا شرفتينا النهارده، وانا مبسوط وبنبسط دايما ان انت تكوني معايا، ومستنيين البومك ومستني اغنيه بنت ابويا، وانا يعني من اشد الناس المعجبين بيكي، وشرفتينا مره تانية يا مي. ربنا يخليك يا عبد العزيز. شكرا قوي. ربنا يخليك. ربنا يخليك.